العميرات التوعي المرأة اللي فاتت شفتوني كدير ديزاين كيك عند أمينة كامل بعتوا لي قلتوا لي يا مليكة برافو ويعطيك الصحة ولا بخوشان فوا كتعاولي تزيدي تخدمي أي حاجة عن أسمي سويتيك قولين هاد الخطرة راني دخل أنت علم الحلويات التقليدية بيان سوغ والعصرية وش حبيتو تلقاو عندها هاد المرة حنتعلمو نديرو القاطو هاداك القاطو الله الله وجاي الصيف يا العذراء يا الزينة زينة يا المزوجة اللي تخدمي في دارك وتبيعي وديري العراس أروحي عند أسمي سويتيك دوك نوري لكم عندنا نبداو الجروب الأول تاعي أنا يبدأ الكاتورز الكاز والساز اللي حاب يدخل يتعلم القاطو كيما تعلمت الباتيسري عند أسمي سويتيك مرحبا بكم اللي تتعلم لي سالي تدخل معنا لو 11 والدوز إن شاء الله أنا دوم ما نهضرش بزاف خليني نوري لكم الخدمة تاع أسمي سويتيك كيفاش دايرة وكيفاش راكم رايحين تتعلموا الله الله بالطبع وش نوري لكم الخدمة تاع أسمي سويتيك كيفاش دايرة وكيفاش راكم رايحين تتعلموا الله الله بالطبع وش يعني قيمة وفطوركم وقيمتكم وحاجة ما تخصكم كيما اللي فاتوا الجروب اللي قبلكم ألوغ العميرة تتابعي الجروب اللي حيقلع معايا أنا راني حنبدأ 14 15 16 يبعت لي في البريفي ليا ولا يبعت اسمي سويت كيك باش ابو علاش ديجا حنا الجروب تاعنا عندنا كليكتنا ديجا مبقالوش بزاف يتعمر اللي حاب تدخل تتعلم معنا الحلويات تبعت لها لهنا ولا تبعت لي ليا موح موت عليكم نسيت لكم حاجه واللي حب تتعلم ديزاين كيك اللي تعلمتو انا المره اللي فاتت عند امينه ما عليكم غير تدخلوا في 18 و19 وبصحتكم يلعن نادين عندك صحتكم انا غشطارو برك شطارو